ومعنا هنا في الاستوديو لؤي صافي المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض. استاذ صافي اهلا بك. وفد من الائتلاف ذاهب الى موسكو، رايحين على موسكو لماذا؟ ماذا ستقولون للروس؟ طبعا نحن ارسلنا رساله للقياده الروسيه للخارجيه وقلنا لهم انه ممكن يحصل لقاء لكن ليس في التاريخ الذي هم طلبوه. بسبب يعني التزامات مسبقه. فما حددنا وقت يعني لاحق لكن سيتم تحديده. ما يهمنا نحن في الان هو التقدم في خطوات باتجاه تحضير لجنيف. وهذا يشمل ممرات انسانيه طلبناها بصراحه وقلنا هذا شيء اساسي. والان سمعنا رسائل تطمينيه من جانب الروس. نحن بانتظار خطوات عملية. يعني هذه أول مرة روسيا تدخل على الجانب الإنساني معكم. صحيح، هذه أول مرة تتجاوب مع طلب للضغط على النظام لفتح ممرات إنسانية. يعني الآن تذهبون للتحضير لجنيف 2. تبدو روسيا اليوم كأنها أخذت تفويضا أمريكيا دوليا للتحضير لجنيف 2. كيف يمكن قراءة هذا الموقف؟ طبعا نستطيع فقط أن نخمن تخمين. يبدو أن هناك تفاهم أمريكي روسي، قسم منه غير واضح لنا لا زال، لكن أيضا هناك تقدم في الموقف الروسي باتجاه المعارضة والتجاوب مع مطالب المعارضة، فهذا أمر مبشر. كما قلت نحن ننتظر الآن خطوات عملية لا نكتفي بالتطمينات النظرية. ما أوجه هذا التجاوب الروسي معكم؟ التجاوب كما قلت أولا حول تأميم ممرات إنسانية، وهناك عمل دؤوب في هذا الاتجاه لفك الحصار والسماح بالغذاء والدواء بالوصول للمناطق المحاصرة. وبالنسبة لنا هذا أمر ضروري قبل الحديث عن جنيف. وأيضا نحن ندفع باتجاه الإفراج عن المعتقلين بدءا بالنساء والأطفال. هناك أكثر من 5000 امرأة وطفل محتجزين عند النظام. يعني يبدو في المشهد من الخارج كأن النظام السوري أكثر تماسكا، يتحدث لغة واحدة، موقفا واحدا. المعارضة، هل يمكن أن نقول أن كل المعارضة اليوم متفقة 100% على الشروط التي كان قد تحدث عنها الائتلاف للذهاب إلى جنيف 2؟ ضروري نفهم الفرق بين المعارضة والنظام. النظام هو نظام استبدادي دكتاتوري، هناك شخص واحد يتخذ القرارات والباقي يتبع بدون جدل. المعارضة تتبع آليات القرار الديمقراطي، هناك نقاش مفتوح، هناك خلافات في الرؤى والآراء، لكن عندنا آلية ديمقراطية للوصول إلى قرار واحد. فنحن سنذهب إذا يعني بعد تحقق الشروط أو الظروف المناسبة لجنيف، لأن جنيف بالنسبة لنا هي وسيلة للوصول لحل سياسي يحقق أهداف الثورة وعملية انتقالية. شكرا جزيلا لك الأستاذ لؤي صافي المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض. شكرا لك. أهلا.